قعدت حكيت لي على ظروف مثلا كانت التصوير بتاعك في الكبير، وانه انت كنت عمال بتتنقل من اكتر من شخصيه طبقا للاعمال اللي انت مرتبط بالتمثيل والشغل فيها. صحيح. الفاصله دي انا اظنها شيء مش صعب، هو في حاله استحاله. ده حقيقي هستيريا. اه لانه الجهاز العصبي طبعا بيتدمر، وفكره المواعيد انه مثلا ببقى مخلص مثلا 22 ساعه في مسلسل ورايح اعمل مثلا المشهد بتاع الكبير اخلصه، يبقى مثلا 5 الصبح اخلص 4 مثلا 3 بالليل، يبقى عندي 5 الصبح حضور في رساله الامام بشخصيه تانية خالص، وبصور في مسلسل اسمه دفعه لندن اخراج الاستاذ محمد بكير وكتابه استاذ هبه مشاري حماده ومدير التصوير احمد زتون، حد رائع جدا. واستاذ محمد بكير انا اشتغلت معاه كتير وهو صديق عزيز يعني له كل التحيه والاحترام والتقدير. وفكره بقى دكتور الشرشابي، انا ابتدى الموضوع من الكبير الجزء الاول او الثاني مش فاكر، في دور كده عمال التكييف مع الاستاذ احمد الجندي. واستمتعت جدا بالشغل طبعا مع النجم الرائع احمد مكي، هذا الموهوب جدا سواء في التمثيل او في الاخراج كمان. وبعد كده بعد في الجزء الخامس عملنا اللي هو الدكتور ممدوح ده اللي هو رائد الفضاء وفكره المكوك بقى، وكان معايا عمالقه الكوميديا يعني، فكان موضوع صعب لان كمان لما بروح الكوميديا انا الناس خلاص اتعودت في ادوار تراجيدي وحاجات شر وحاجات جد وحاجات كده ورعب. ورعب، فمش متصورين فكره الكوميدي، مع ان انا يعني يا جماعه اكتشفوني ارجوكم، بحب الكوميديا جدا وبحب العب فيها جدا. فلما جه بقى الاستاذ احمد الجندي لما طلبني انا ما اتاخرش عنه ابدا، بحبه جدا يعني سواء على المستوى الفني والانساني، هو فعلا حد مبدع بصراحه، مين ما يحبوش حقيقي يعني. رائع والشغل معاهم جميل جدا، ومكي كذلك بيدي فرصه لكل اللي حواليه انه يبدعوا، فبتلاقي الناس مطمنه في الشغل معاه. وانا بحبه جدا، وبيومي طبعا عمنا وسلام وهشام اسماعيل وكل الكرو، ورحمه ممثله موهوبه جدا لان كنا شغالين مع بعض عرض اسمه ديجافو. فجه الاستاذ احمد الجندي والاستاذ احمد مكي يشوفوا مين البنوته دي عشان تبقى شغاله معاه بقى في الجزء السادس. وقد كان الحمد لله وربنا كرمها وكسرت الدنيا جدا. بس فطبعا فكره الصوت اكتشفت انها صعبه جدا يعني، انا عشان اعمل الكاركتر ده دور صعب جدا، وكشف لي صعوبه الطبقه بتاعه حزلقوم اللي بيعملها مكي، ومكي صوته في الحقيقه يعني يعمل كده فصعبه جدا، فكنت بعاني الحقيقه فيها، لكن الحمد لله ربنا كرم يعني، والمشهد والله فوجئت بردود افعال الجمهور العظيم يعني. كنت متوقع ان الناس رد فعلها يبقى كده على الكبير؟ توقعت انه ممكن يبقى اللي هو مشهد لطيف مشهد جميل كويس، لكن ما توقعتش انه يبقى عامل كده. ده منتشر، كنت يعني اتمنى ده من الله طبعا، والحمد لله حصل. انتشار النار في الهشيم، انت مش متصور يعني، ده بجد ما شاء الله. ربنا، انا عايز استاذنك نشوف مشهد من الـ من الـ من الكبير تحديدا، فهنضحك من قلبنا ده جدا. وانا قلت لك حتى انا فعلا انا اتفرجت على 3 الصبح ضحك، انا خايف اصحي الناس والله العظيم. والله ضحك. ما تعرفش كلامك ده اسعدني ازاي والله، ابدا فعلا اقل حاجه تتحكش على اي حاجه يعني. والموضوع يعني مش سهل حد يعني يخليك تضحك، فان انت تقول كده دي حاجه عظيمه والله على راسك. تعالى نشوف المشهد ونبدا بقى نخش على الكلام الجد حبتين، بس لازم اشوف المشهد، انا مدمن المشاهد دي بالمناسبه. انت اتخبلت يا ربيع؟ ايه دماغك دي فيها خرشوفه؟ حد يعمل كده؟ انا اسف رضا، اسف، دي غلطه ما يغلطهاش طالب في تانيه طب. ما انا عشان كده جاي لك يا بروفيسور عشان تشوف لنا حل. اغرس يا 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 لا مؤاخذه يا بروفيسور، مع احترامي يعني انا ما مقصدش اقطع الحديث يعني، بس يعني برضك اليد في الميه مش كيف اليد في النار، انا ولدي بيروح مني، ولدي بقى كيف جدي. انت مين؟ ايه مين ده؟ انت جاي عشان العربيه الفيرنا. فيرنتي ايه؟ لا لا ده والد الحاله. الحاله السيستافا يا لؤي، زيستافا بتاعت ايه يا بروفيسور؟ زيستافا ما بقتش موجوده في السوق اصلا. زيستافا انت بتقول ايه؟ امال ايه؟ والد الحاله المريضه، الولد اللي اديت له التركيبه الغلط. الواد اللي كبر وتخن ده.
ايوه هو ده. طيب انا محتاج اراجع معاكم شويه معلومات عشان اتاكد بس ان انا فاهم صح. براحتك يا بروفيسور، احنا معاك للسنه الجايه. سنه جايه ايه يا بارد يا متلحم؟ الواد بقى رجلي في الدنيا ورجلي بره، بقى اكبر من جدي بقول لك. شكلا بس، انما موضوعا قلبه قلب طفل. طيب خلاص خلاص، ما تقلقش يا كتير. كبير. ايه؟ اسمه الكبير. ما تقلقش يا كبير، كل حاجه وليها حل. احنا هنمشي مع بعض كده على الخطوات وان شاء الله هنوصل لحل. تمام. انت دلوقتي بتقول ان هو انت خدت الجينات التركيبه وبتاع تسمين العجول عشان تديها للواد اللي يا شريف بالراحه على السربنتينا، العربيه سخنه، انا مش قايل لك حط لها البوسه دولفين في الشكمان وغطيها لحد الصبح، بكره الصبح تدورها هتلاقي الصدر بيشخلل، تغلي ورقه جوافه وتحط في الريداتير، دور لو كحكحت لقمها البندكر على غيار الزيت. الله الله استغفر الله. يهدي ما تيلا يا شريف.